الأجهزة الذكية دي ممكن تساعد الطلبة إزاي في البحث وفي إنهم يعملوا presentations أو محاضرات؟ خلونا نفهم أكتر. دكتور محمد سعد، مدير التربية، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ممكن يكلمنا أكتر عن هذا الموضوع. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. مبروك التطور الجميل ده. طبعا الله يبارك فيكي، بس قبل ما نبدا طبعا اسمحي لي يعني اتقدم بالعزاء طبعا لكل اعلاميين مصر ولبرنامج حضرتك بصفه خاصه. شكرا يا دكتور. رحم الله الاستاذ وائل البراشي وربنا يسكنه فسيح جناته. بشكرك يا دكتور. موافقنا يا دكتور ان احنا عايزين نفتكر حاجات عظيمه من سيره هذا الرجل ومشواره الكبير طبعاً والطويل طبعاً مش اننا بس نفتكر طبعاً اخبار التحقيقات؟ يعني انا من فتره طويله جدا وانا بتواصل مع الاستاذ وائل، ويعني عايز اقول ان هو كان ونعم الاعلامي الجميل اللي فعلا الواحد كان بيتمنى انه دايما يتواصل معاه ودايما يخش معاه في حوارات. بشكرك يا دكتور، الف شكر. رحم الله الاستاذ وائل البراشي. شكرا يا فندم، اتفضل. طبعا حضرتك يمكن شرحت معظم موضوع المكتبه الالكترونيه، يمكن دي اول مكتبه الكترونيه للمكوفين وضعاف البصر. وطبعا قد ايه انا كنت سعيد وانا في المدرسه وانا بفتح هذه المكتبه، والفرحه كانت موجوده في اولادنا. فريق برايل المتبع حاليا او يمكن عرضوا لنا فيديو استاذ جبريل معلم كفيف في المدرسه، عرض لنا تطور الادوات اللي بتاعه برايل، وشفنا الفرق قد ايه بين الحاجات القديمة وأحدث حاجة اللي هو الجهاز الجديد اللي بيساعد طبعا في مواجهة تطور التكنولوجيا في القراية والكتابة. ويعني عايز أكد لحضرتك إن الأداة اللي كان الكفيف بيكتب بيها وبيخرم بيها الورق قد إيه كان بتتعب عضلات إيده، والسن الصغير ما كانش بيبقى قادر إن هو يخرم بشكل كويس، وأحيانا بيبقى فيه أخطاء إملائية. الميزة كمان في الجهاز ده ان ممكن لو الطفل، لان في ساعه ما بيكتب الحرف بيطلع صوت باسم الحرف اذا كان الف ولا ب ايا كان الحروف الابجديه كامله، فبيعرف ان هو كتب غلط يبتدي يمسح. الجهاز عنده مقدره انه يمسح ويكتب من جديد. طبعا هي طبعاً كانها يعني يا دكتور كده حضرتك قرب لنا الفكره، كانها الشاشة الذكية اللي احنا بنكتب عليها كده، شاشة ذكية للموبايل بتاعتنا دي اللطيفة السهلة، لكن هي بطريقة برايل. مظبوط كده؟ بالظبط بالظبط بالظبط. قد ايه طبعا الجهاز الجديد ده، طبعا احنا بدأنا بستة في مدرسة النور واحنا ان شاء الله طبعا متواصلين. عندي سؤال يا دكتور، ثمنه كام الجهاز ده؟ 25000 جنيه. حلو جدا. اصدار 9/2021. حلو قوي، يعني حاجة أحدث ما وصل، حاجة مواصل للمكوفين على مستوى العالم. طبعا ده كانت مشاركة مجتمعية في التعجيزة. بالظبط. أنا ده ربنا يعني يكرمنا، وفي 20 جهاز في الطريق إن شاء الله. حلو، بحيث إن فعلا تبقى مكتبة كاملة متكاملة نقدر بعد كده إن إحنا نطور فيها، وممكن ولادنا كمان نمتحنوا من خلال هذا الجهاز. يا ريت يا ريت. أنا بسأل حضرتك عشان كده، بسأل على السعر عشان كده. الإتاحة طبعاً لكل طالب مكفوف ممكنة، يعني هو سعره مش غالي قوي. عايز أقول لك إن هو مشاركة مجتمعية لست أجهزة، مشاركة مجتمعية قد إيه الناس في محافظة اسكندرية بتهتم بالفئات الخاصة دي. طبعا من خلال طبعا مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي السابقة قادرون باختلاف. بالظبط. قد ايه الناس كلها متعاونه معانا في هذا الموضوع، واحنا طبعا بنحاول ان احنا نقدم كل شيء للاولاد دول انهم فعلا يستاهلوا مننا الرعايه والاهتمام. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. دكتور محمد سعد، مدير مديريه التربيه والتعليم بالاسكندريه.